السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رابية خان، معلمة لغة إنجليزية، خبرة مناهج الانترناشنال، أخصائية توحد، أخصائية صعوبات تعلم، وأخصائية تخاطب. طبعا اليوم حلقتنا في كوني أم واعية. فاليوم رح نتكلم عن القضية المهمة اللي موجودة في معظم المدارس، ألا وهي التنمر. اليوم رح نتكلم عن التنمر. اليوم رح نتكلم عن الجزئية الأولى في التنمر، وهي جزئية الطفل اللي يتعرض للتنمر. طبعا اليوم موضوعنا عن الطفل اللي يتعرض للتنمر. طيب ما هي الدلالات على أن الطفل يتعرض للتنمر؟ كيف ممكن الأم أو الأب اللي ما بيروح المدرسة مع الطفل يكتشف أن الطفل يتعرض للتنمر؟ ما كيف يعرف أن طفله يتعرض للتنمر وأنه يحتاج منه أنه يتكلم أو يساعد طفله؟ من المؤشرات اللي بتدل، من أول المؤشرات اللي بتدل على أن الطفل بيتعرض للتنمر، هي أنه أغراضه وأدواته بتتعرض للتخريب وممكن تضيع. ممكن يرجع البيت وما عنده الأغراض طبعه ويقول لك أنها ضاعت. هنا تبدأي تفكري كم مرة، تبدأ تفكر الأم والأب كم مرة فقد أشياءه، كم مرة رجع البيت والأشياء فيها تخريب. هنا لابد أنكم تبدأوا تنتبهوا، لابد أنك يا أم تكوني واعية. ممكن تظهر عليه كدمات، جروح، خدوش، تبدأ تنتبهي كم مرة بيتعرض للكدمات، كم مرة بيرجع لك في خدوش، كم مرة يرجع لك هو مجروح. ممكن أنه هو يخبي الموضوع ويقول لك أني أنا كنت ألعب وصار كذا. هنا تبدأ تنتبهي كم عدد المرات اللي صار فيها أنه رجع وهو فيه خدمة أو جرح أو خدوش. هل بيجلس وحيد، خايف معظم الأوقات؟ معظم الأوقات يبغى يكون في حالة انعزال، عنده انسحاب من المجتمع، ما بيحب يجلس مع الأطفال التانيين، يفضل إنه يجلس لوحده. ممكن يكون في انخفاض في التحصيل الدراسي، ممكن يكون عنده عدم الرغبة إنه يروح المدرسة لو كان التنمر بيصير في المدرسة. فالأم الواعية بتنتبه إنه ليش، إيش أسباب عدم ورغبة عدم الرغبة في إنه يروح المدرسة. تغيرات في نظام النوم، يعاني من الأرق، هتلاقيه يبدأ يعاني من الأرق، أحلام مزعجة، ممكن يصير ولو نام ممكن يصير، مش دائما لكن لو نام ممكن يصير عنده تبول لا إرادي اللي هو التبول الليلي، عنده تقلبات مزاجية، نوبات غضب، نوبات بكاء، نوبات قلق، نوبات توتر. فدائما بيحس إنه ما هو في حالة أمان، دائما بيحس إنه في شيء هيهاجمه، في مشكلة في الحياة بهذه الطريقة. دائما بتحسي إنه يتمارض، عندي دوخة، عندي دوران، عندي إسهال. عنده الإسهال ممكن يجي لأنه دائما خايف، الإسهال له علاقة بالخوف. فأي شخص بيجي، حتى الكبار لما بيجي ومسهال بتكون عندهم مخاوف، ممكن تكون عنده صعوبة في التنفس، بتصير عنده كتمة، بيحس دائما بألم في جسده، عنده أمراض، يعني بيدعي الأمراض بدون مبرر، وهو بيشعر بالمرض لأنه خايف. الخوف بيحسسه أنه هو مريض، تعبان، مرهق، وهكذا.
معظم الأحيان هتلاقيه يرجع البيت جوعان. طب وين اللانش بوكس تبعك؟ أكلته وخلصته بس أنا جوعان. هنا خليكي فاكرة إنه كم مرة رجع البيت جوعان، كم مرة رجع البيت، حتى مرات ممكن تسأليه كيف عجبتك الأكلة ولا لا، أنت عارف أنا إيش سويت لك. ما هيفتكر لو هو بيتعرض للتنمر ويتم أخذ الأكل تبعه ويرموله إياه عشان يخلوه جوعان. هتلاقيه مو عارف أساساً إيش اللي أنت حطته في اللانش بوكس. فممكن حتى يطلب منك مبلغ مالي ويقول لك إنه أنا أبغى أشتري زي أصحابي. فانتبهي، خليكي أم واعية وانتبهي كم مرة بيرجع لك جوعان. ديله المبلغ اللي هو يبغاه وديله اللانش بوكس وشوفي هل هيرجع جوعان ولا ما هيرجع جوعان. حتى على فكرة بعض الأحيان بيصير عندهم انسداد في الشهية، ما يبغى يأكل، يعني حتى في البيت قدامك حتحسي إنه ما يأكل كثير، ما صار يأكل زي أول، ما صار مهتم بالأكل بالأشياء هذه. فلابد إن الأم تكون كذا منتبهة وواعية إيش اللي قاعد يصير مع الطفل. الأطفال اللي بيتعرضون للتنمر بشدة بيتكلمون عن الموت، بيتكلم عن الانتحار، بيتكلم عن الموت بحادث، إنه الشخص طاح ومات، يعني بشتى الطرق، مختلف أنواع طرق الموت ممكن يتكلم فيها معاكي. لما بيوصل الموضوع إنه يبدأ يتكلم عن الموت، فهنا هو مرة مخنوق وبيتعرض للتنمر بشكل مرة كبير. فهنا لابد إنك تحطي خط وتعملي هايلايت للموضوع، لأن الموضوع ما يتعدى، خلاص واصل حده عنده، فانتبهي. طيب الحل، اكتشفتي مرارا وتكرارا من خلال المراقبة أن الطفل يتعرض للتنمر، أو أنه مثلا له أطفال يعني من نفس عائلتك، في أطفال موجودين في المدرسة جو قالوا لك إيوه هو يتعرض للتنمر، أو مثلا الأطفال الثانيين قالوا لك أنه صار معاه كذا وكذا. طيب هنا أنا كأم واعية إيش هسوي؟ تعلمي طفلك. طبعا أنت ما هتتدخلين في هذه المعركة، لأن هذه ما هي معركتك، هذه معركته هو، هو اللي لازم يواجهها. فأنت هتبدأي تعلمي طفلك، تعلمي طفلك يحب نفسه، يقدر ذاته من خلال كشف نقاط القوة والمميزات اللي فيه. تعلمي إنه يحب نفسه ويقدر ذاته، مهما الناس قالت له إنه هو فيه وفيه، ما يصدقهم، ما يأخذ بكلامهم، يعرف قواته ومميزاته بنفسه، وبالإضافة إنه ما يشعر بالغضب أو بالعار أو بالذنب، لأنه فيه أشياء غلط، أو فيه أشياء فيه له مش تمام. يعني مثلا لو طفلك مش مرة بيرفكت في الحساب، هذا ما هو عيب، هذا لابد انك ما يخجل منه، ما يخجل من نقاط ضعفه، بالعكس ياخذ نقاط الضعف ويبدأ يشتغل عليها. لابد انك تزرعي فيه هذه الفكرة، هذه المعتقد او هذا المبدأ من هو صغير. خذ نقاط ضعفك اللي انت بتحس بخجل او بتحس بالعار او بتحس بالذنب فيها، بتغضب لان الناس بتقول لك عليها، خدها واشتغل عليها، طورها، حسنها. يعني لو زي ما قلت لك، لو هو في مادة الرياضيات شوية ضعيف، تقولي له يلا طورها، صلحها، خليها تتحسن. انت تعلمي طفلك،
تعلميه كيف يرفع مستوى نقاط الضعف ويخليها قوية، وكيف يفخر بقوته. تدخليه نادي الدفاع عن النفس، يتعلم كيف يخلي جسمه قوي، يتعلم كيف يدافع عن نفسه لما يجي هجوم جسدي أو إيذاء جسدي. لابد أنه يتعلم، وما يتعلمها في البيت، لا، يتعلمها من ناس متخصصة تعلم كيف الشخص يدافع عن نفسه، ما يتعلمها بشكل عشوائي، لأنه لو تعلمها بشكل عشوائي ممكن يسبب حوادث وكوارث للشخص اللي قاعد يتنمر عليه. احنا ما نبغى نصير زيهم، احنا نبغى نقوي جسدنا عشان ندافع عن نفسنا، مو عشان نضرب الشخص اللي قاعد يتنمر علينا. هنا احنا صرنا متنمرين. اقتراح مرة مهم لكي، عدم التدخل وعدم مواجهة الطفل. أكرر، عدم التدخل وعدم مواجهة الطفل الذي يتنمر عليه، لأنه سوف يزيد الأمر سوء. كيف يعني؟ يعني لما بتعرف وتكتشف أن طفلك بيتعرض للتنمر، والطفل الفلاني اللي قاعد يسوي ذا الشيء، مش تطيري تروح المدرسة وتتضاربي مع الطفل وتهزئيه، لا، خاصة لما هو يكون قايل لك بنفسه أن الطفل الفلاني سوى وعمل وعمل وعمل. ما تواجه الطفل بعد كده، ما هيتكلم، ما هيقول لك أي شيء. فلو كان هو اللي قايل ومعترف، أبدا ما تروحين تواجهين الطفل اللي قاعد يتنمر على طفلك. لا تجبري طفلك على الحديث، يعني ما تيجي تقول اكتشفت إنه قاعد يتنمرون عليه، لا تقعدي تقولي له إيش صار وكيف صار وماذا وكيف، لا 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 توجهي له الأسئلة. احتوي طفلك، أعطيه من وقتك، استخدمي الألعاب والأنشطة لمعرفة واكتشاف إيش اللي قاعد يصير معاه. لا تفتحي معاه تحقيق، ما هيرد عليكي، هو ما هو مجرم عشان يرد عليكي ويقول لك إيش اللي صار وكيف صار وماذا وكيف وحدث. لا تسألي مباشرة ليش يتنمرون عليك، ليش أدواتك هي اللي بس تخرب دون عن غيرك، ليش راجع جيعان طول الوقت. هذه الأسئلة ما لها معنى، بالعكس بتحسسه بالخجل، بتحسسه بالعار، بتخليه يغضب. وفي حال إنه الطفل يتكلم، أعطيه وقته، لا تقاطعيه، اسمعيه بهدوء، ولا تصدري الأحكام، لا تصدري أحكام على الطفل. لأن الحقيقة إن عندما يتعرض الطفل للتنمر، فهو ما يتعرض للتنمر لأنه هو الطفل اللي مسوي شيء غلط. معظم الأحيان الطفل يتعرض للتنمر لأنه مميز، مختلف، أو متفوق دراسيا. دائما الأطفال المميزين أو شكلهم كذا كيوت يتعرضون للتنمر. دائما الأطفال المختلفين اللي عندهم مثلا إعاقة أو تأتأة أو شيء مختلف عن باقي الأطفال بيتعرضون للتنمر. دائما الأطفال المتفوقين دراسيا اللي مركزين في دراستهم ويكونون عباقرة، ولكن لأن جسدهم ضعيف ولأن تركيزهم كله في العقل، جسدهم نوعا ما ضعيف، هم بيتعرضوا للتنمر. لأنه هو ليه شاطر، هو ليه كذا شاطر، بيتعرض للتنمر. فلا تقوي جسد طفلك، لا تقوي فقط عقل طفلك، دائما حاول أنك تقوي جسده وعقله. دائما دخلي أندية دفاع عن النفس، دخلي أندية الرياضة، زي دي الأشياء.
والأطفال اللي مثلا عنده مشكلة إعاقة نوعا ما، حاول أنك تعالج هذه الإعاقة. في حال أنه هذه الإعاقة ليس لها علاج، لأنه مثلا بعض الإعاقات ليس لها علاج، مثلا مشكلة في اليد، هو ولد بيده أنها يعني مختلفة مثلا، أو ولد بعوجة في رجله، فهنا أنت ما هتقدر، هذه خلقة رب العالمين، فلابد أنك أنت تفهمي طفلك أنه هذا كما خلقك الله، هذا الله خلقك كذا، وما يحق لأي إنسان أنه يتنمر عليك لأنه أنت مختلف، لأن الله خلقك مختلف. فهم طفلك أنه الشخص اللي بيعمل كذا بيعترض على خلق الله. كوني أم واعية وقوي علاقتك مع طفلك عشان يقول لك، عشان يكون واضح معاك وصريح معاك. مش لما تكتشفي مثلا سر من أسراره فتروحي تنشري له إياها أو تحاسبي عليها. خليكي أم واعية وخليكي متفاهمة له، لأنه كل ما كنت منفتحة ومتقبلة منه كل ما كان هو منفتح معاك وواضح معاك، وبدي الطريقة ما راح يتعرض للتنمر، راح تكون شخصيته قوية. لكن لما كل صغيرة وكبيرة تحاسبي عليه وتخاصميه وتتجادلي معه، هنا هتكون شخصيته نوعا ما ضعيفة أو هتصير متمردة وعنيدة. طبعا في كلتا الحالتين الأم هي اللي خسرانة. دائما أعطي لطفلك وقت منك، لا توجهي له الأحكام، لا توجهي له الأوامر، كوني علاقة بناء، علاقة ود، علاقة لعب، علاقة واعية، علاقة واضحة بينك وبين طفلك عشان يكون طفلك واضح وصريح معك ويتقبل منك النصيحة. وبكذا نصل لنهاية فقرتنا لكل أم واعية لليوم، ونلتقي في الأسبوع القادم. كانت معكم رابية خان، دمتم سالمين.